اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله دي اختي الكبيره، اقسم بالله دي اختي الكبيره. سيبكم بقى من الناس اللي بتكتب والاشاعات والناس اللي عماله تهطل دي، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله اختي الكبيره، اختي انا الكبيره. الله، وانا هعمل نشره اقول لكم اختنا، اقسم بالله يمين بالله العلي العظيم اختنا الكبيره. في ايه تاني يا اخوانا اللي عمال يكتب؟ لا ده مش عارف فيه ايه. بقول لك اقسم لكم بالله ان دي اختي الكبيره، والله العظيم والله العظيم والله العظيم اختي الكبيره. في ايه تاني يا اخوانا اعمل اكتر من كده؟ اقول لكم ايه؟ اقول لجمهوريه مصر العربيه ايه عشان يقتنعوا ان دي اختي؟ هو احنا هنرمي بلانا كمان؟ يعني هي مش اختي وهقول اختي؟ هتيجي ازاي؟ اختي اختي اختي، ومحدش يعزيكم ومحدش يقولكم في حاجه وحشه، وكل سنه وانتم طيبين. ازاي تعلن عن وفاه اختك الكبيره شاديه وهي عايشه على قيد الحياه؟ الاستاذ حميد ده انا ما باخدش عليه. اختي اللي ماتت دي طبعا انا اختي موجوده وربنا يخليها ويخليها لنا يا رب، بس اللي ماتت دي عشرة 38 سنة مربية لعيالي وهي اللي مجوزاني. أخت عزيزة علينا أوي، مش عايز أقول لك الباقي لأنه جوزها الله يرحمه قال له النبي لو جرى لها حاجة خلي بالك من أختك. أختي 38 سنة عشرة وحب وصداقة، وعشت معاها اكتر ما عشت مع اختي، لكن انا اختي موجوده بس الناس بتحب ايه تحط شويه حلويات على شويه، لكن دي اختي موجوده. يعني انت بتزعلش من اختك؟ بتزعل، انا بزعل من اختي، دي حاجات عائليه، لكن عمري اختي ربنا يخليها لي عشان انا بحب اختي واختي بتحبني وما نقدرش نستغنى عن بعض. يعني تقصد ان لما انت حلفت هنا ان اختك هي اللي ماتت انت كنت تقصد مش اختك؟ لا مش اختك، تقصد ان هي زي اختك. زي اختي. اه صح كده. صح انت كده. آه. صح يا دكتور. اختي يا دكتور عمرو، احكي لك القصه؟ لا انا عايز اقول اسم يحكي لي القصه وهسمعها منك. ما انا ما انا جاي لك القصه بقى. جاي لك. خد بقى مني القصه دي. خد منك القصه دي. واخده انا عندي شهر. واخدك انت؟ اه واخده ماجد عندي شهر. هي ام ام ماجد. ام ماجد. اه اسمها هي الحقيقي ايه؟ الحاجه صباح. الحاجه صباح. اه واخدانا عندي شهر. لحد ما بقى عندي 31 سنه هي اللي مربياك. اه وعمتي عارفه حاجه زي كده، حتى انت لو شفت الفيديو بتاع عمتي هتلاقيها بتقول لك اختي عزيزه علينا ومربيه ماجد، فهي امي والناس كلها عارفه. وابو ماجد بقى ده اخويا، يعني ماجد ابني خلي بالك، بس اخويا بقى. بس يعني دكتور عمرو مش اللي ولدت اللي رب. يعني هي زي امك؟ لا هي امي، وما حزنتش على حد في الدنيا قد ما حزنت عليها. هي وصلت يا استاذ عمر؟ لا ما وصلتش قوي يا عباس. ام ماجد؟ اه هو ابني. هو ابنك؟ ابني هو. اه والحاجه ام رام ابنها. بس هي ما بتخلفش، مش عايز اقول الكلام ده. هي ما بتخلفش، فهي اللي مربياني. خدت ماجد عنده شهر عشان هي ما بتخلفش، خدتك تربيها. آه. تربيك هناك. ايوه وهي جنبينا وانتوا جنبكم يعني. فانا يعني الشقه اهي والشقه اهي. فانا وعيت على الدنيا بقى اللي هم كلهم لدني. عارفين يعني. حتى الناس كلها عارفه. عشان كده لما هي ماتت ابوك قال دي اختي اللي ماتت. طبعا. طب ما دي حقيقه. لان مربيانا، فهي مربيه اولاده. لا مؤاخذه احنا لحمه حمراء يعني. وصلت يعني؟ وصلت. ويا ريتك كنت وضحتها كده للراجل. بس يعني هي تكفي. انت بقى عارف الناس. لانك انت عمال تحلف تقول والله اختي والله اختي، فالناس قالت لك انها توضحت وعايشه، يبقى كنت لازم توضحها يا عبد الناصر. لا انا بحلف صدق عشان دي اختي عشره 38 سنه. لا هي اختك ومربيه ابنك. ايوه بس كل يعني المسلمين وهو بيقول لها يا ماما. وكريم. كلنا بنقول لها يا امي. كلهم امي امي، ولو العيال كلنا بنقول لها يا امي. لو ما شافتش العيال يوم يجي لها ذهول. تقول لك يعني انتوا يوم ما هي ماتت اكن امكم ماتت. امي بالظبط. ما هو عمتي عارفه كده. عمتي شادي ربنا يديها طول العمر، هي عارفه كده عمتي اصلا. عارفه لو انت بصيت للفيديو بتاعها هتلاقي بتقول ايه عمتي؟ بتقول دي اختنا كلنا ام ماجد. هي بتقول كده. طب ما انت يا عمتي عارفه.
بلاش ال هي امي. فهمت. يعني اذا انت لما قلت هذا الكلام انت كنت بتتكلم على الست اللي كانت مربيه ابنك اللي هي في معزه اختك او في منزله اختك الكبيره. ايوه. فلما توفت انت قلت اختي ماتت. لكن الاخت ربنا يخليها رب ويخليها. طب علاقتك باختك النهارده ايه؟ لسه في مشاكل ولا اتحلت؟ لا اتحلت الحمد لله. عايز تقول لها ايه دلوقتي على الهوا؟ شاديه. اختي عايز اقول لها كل سنه وانت طيبه وتعود عليك الايام بخير يا رب وربنا يخليك ويطول في عمرك. وانت عايز تقول لامك ايه اللي ماتت ايه؟ عايز اقول لها اللي يعني اللي انا افتقدتها من حياتي. يعني امي الله يرحمها. انا افتقدتها من حياتي يعني. وانت عايز تقول لها الله يرحمها؟ عايز اقول لها الله يرحمها يا رب واجعل مثواها الجنه يا رب. الله يرحمها الله يرحمها واحسن اليها يا رب. البقاء لله. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك.